موضوع غلط عند احد تصريحاتك كنت بتقول فيه ان الفن اهم من دكاتره واساتذه الجامعه. بقول لك انا لو اتسالت السؤال ده 20 مره 50 مره انا هقول نفس الاجابه. هي الفكره كلها ان انا قلت كلمه اهم بالظبط، وما كانش ينفع اقول غير كلمه اهم لان هي فعلا اهم. بس الاهميه دي الناس خدوها وحطوها افضليه، يعني اهم خلوها افضل او احسن. انا ما كنتش اقصد ان هي افضل او احسن، انا اقصد ان هي اخطر او اكثر تاثيرا. ده المعنى اللي انا عايز اوصله، مش ان انا بقول لك لو عيل صغير ماشي في الشارع بيريل كده مش هيقدر يقول ان شغلته ايا كانت شغلته اهم من شيخ المسجد، هو هبل ولا هبل. فهي الكلمه اتاخدت مني اتحرف المعنى بتاعها. تمام، يعني انت كنت تقصد اما قلت الفن اهم من دكاتره او اساتذه الجامعه، انت تقصد الفن بمضمونه العام اكتر تاثير من الاساتذه، عشان اساتذه الجامعه او الاطباء كنت تقصد برضه من كلامك اللي انا فهمته دول محددين لفئه، محددين لفئه وعمرهم ما يقولوا معلومه توجهك للغلط. بالظبط، يعني الشيخ المسجد ده او القسيس اللي في الكنيسه هينفع ان هو يقول اعمل الغلط؟ لا طبعا. لكن ممكن الفن يوجهك للغلط بدون ما تشعر. اقصى تاثير من ناحيه الغلط، هو ممكن يدمر شعب. ايوه ده اللي انا اقصده، مش انه احسن او افضل، اكيد لا طبعا. تمام، وبرضه فكره الفن اللي هو في العموم، اما انت وديت طالب كتاب وجيت الكتاب دي مسبته له هيفهم من مجرد ان انت مسبته، فهنا التاثير انت تقصده. مظبوط، هو ده المظبوط.